مساء الخير والهنا والسرور والجمال والدلع والشقاوة على أحلى وأشيك وأجمل عيلة على الإنستجرام تحديدا، لأن هو ده المكان اللي بنعمل عليه لايفات باستمرار تقريبا كل ليلة. وبشكر كل الناس اللي انضمت، وبستنى دلوقتي على ما نبدأ إن احنا نتجمع هنتكلم في موضوع مهم قوي وبيشغل بال الكثير قوي من خلال أسئلتكم الفترة الأخيرة. ليه في شخص بيحبني، رجل أو امرأة، بقى الكلام للطرفين، يعني أنا دلوقتي تأكدت إن هو بيحبني، ولكن مع هذا بيتجاهلني. هو ده بقى اللي هيجنني. حلو، أنا بقول شعر، يعني هو بيحبني وأنا متأكدة ومتأكدة من كده، ولكن في تجاهل في الموضوع. طب هنقسم اللايف ده جزئين أو 3 أجزاء. أول حاجة نعرف إيه أسباب التجاهل، تمام؟ وتاني حاجة ده المهم نعمل إيه، وتالت حاجة ناخد أسئلتكم في النهاية. مساء الفل على كل حبايبي اللي هما انضموا دلوقتي. هنبدأ نتكلم بقى، ويا ريت كده الجديد يعرفنا بنفسه، واللي ما اشتركش يشترك ونشير لو شايفين الموضوع مفيد يعني، ونضغط لايك كمان يوصل لبقية أصدقائنا. أول حاجة، لو أنت مش البداية من عندك، يعني في كده نقطة، مش تكون أنت بتتجاهل الشخص حتى لو أنت بتحبه أو بيحبك، يعني أنت اللي بادئ وتيجي تشكي تقول ده بيتجاهلني. ما هو طبيعي، أنا غالبا لما أحس إن حد بيتجاهلني غالبا بردها له. يعني لو ما كنتش أنت بتتجاهله، بالعكس أنت بتتعامل عادي، ولكن هو بيتجاهلك. يبقى أول سبب وأقوى سبب الشائع خايف من رد فعلك، خايف يبان عليه مشاعر، خايف انت تلاحظ شيء، خايف انت تحس بحاجة، فخايف من رد فعلك. فبيعمل ايه؟ بيتجاهلك عشان يبقى الصورة كويسة، وعشان يفضل انت في حيرة، وعشان ما تتأكدش انت من مشاعره. تالت حاجة أو تاني بقى سبب ممكن للتجاهل، خجول بزيادة، ودي تمشي في النساء وبلوى سودة في الرجال. يعني هو بيحب بنت، قريبته، زميلته، جارته، أيا كان، ولكن مكسوف، ما عندوش تجارب، أو خجول بزيادة. حتى ممكن يكون عارف إن هي بتحبه، بس هو الخجل الزائد عنده مخلي الموضوع صعب عليه. معرفش، مقدرش، انا ما قلتش لواحدة قبل كده انا بحبك، او طلبت رقم موبايلها، او طلبت الايميل بتاعها، او اتكلمت معاها خاص، فمش عارف ان هو يعمل ايه. السبب التالت بقى، وده اللي تركزوا معايا فيه، مغرور عليك. بمعنى انت مدلوق على الشخص ده، انت خفيف او انت خفيفة مع الشخص ده، انت جايب كل اللي عندك، فاوريدي الشخص ده اوريدي هو ضامن بقائك وجودك وحبك. فيحصل نوع في علم النفس من انواع الغرور، فمن ثم يبدأ يتجاهلك. يبقى هي دي اسباب التجاهل اللي ممكن اي حد يتعرض ليها، ومفيش أسباب تانية غير كده. طيب أنا أعمل إيه؟ أنا دلوقت أعمل إيه؟ لو هو خايف من رد فعلك، أنت بقى إحساسك بالشخص اللي أنت يعني مهتم بيه هتقدر تفهم ترجح أكتر سبب من دول أكتر إيه؟ لو الشخص ده هو أنت حسيت إن هو خايف من رد فعلك، فلازم إن أنت تبديله إن أنت متقبله، وإن أنت بتبادله نفس المشاعر بالابتسامة، بالقبول إنك تتكلم معاه، بالاستلطاف، بإنك لو جات فرصة تسأل عليه، لو جات فرصة تهتم بيه، لو جات فرصة إن أنت تتكلم معاه، ده هيشجعه لو هو خايف من رد فعلك. يعني إذا كان هو خايف من رد فعلك، أوريدي لما أنت تعمل معاه كده خلاص ما عادش خايف بقى، ما هو اللي قدامي فتح لي الباب، هدخل. ما دام الباب اللي قدامي فتح لي يبقى انا هدخل. طيب المشكلة السودة بقى التانية،
لو رجل وبينكسف، وانت يا عم محمد ابو زيد بتقول لا ينصح ان البنت هي اللي تعترف بمشاعرها الاول في البداية. في كلمات وافعال تعبر للرجل لو انت انثى ان انت بتحبيه او ان انت متقبلاه، وكمان يعني نقدر نقول ان هي ممكن تزود الحتة اللي هي كمان ممكن، يعني لو هو عنده كسوف او لو هو عنده خجل ايا كان يقدر ان هو يكسر الحاجز ده. زي بحب الكلام معاك، زي تبدأي ان انت بقى يعني تقربي منه على قد ما تقدري، ما انت ما قدامكيش غير كده. لو انت متخيلة ان الشخص ده متأكدة ان هو مشاعره حقيقية وان انت عايزاه وعايزة تقربي منه وما تضيعهوش منك، لازم انت تتحركي شوية، بس ما تعترفيش، بس اتحركي، تقدمي شوية في الموضوع. إن جات فرصة إن أنتوا تتكلموا اتكلموا، تقربوا خطوة، مع الاعتياد عليكي هيتشجع أو الكسوف هيروح. ما أنا لما باخد على حد ما بنكسفش منه، بس ياخد عليكي بأدب عشان برضو يبقى الكلام واضح إحنا بنقول إيه. أنا لما باخد على حد لو أنا مكسوف منه وأتكلم معاه وكده، خدت معاه وكده، خدت عليه، خلاص بقى هقول اللي أنا عايزه وأعترف اللي جواه. تالت حاجة بقى، لو هو مغرور عليا، هو ده المشكلة، أنا أعمل إيه؟ حاجة بسيطة عشان ما توهكيش أو عشان ما توهكش. ما إحنا بقى خلاص أهوت، ده إحنا ممكن نكون متجوزين بس في تجاهل، ممكن نكون مرتبطين مخطوبين بس في تجاهل. النتيجة دي هتيجي زي ما بقول لك كده، ده لو أنت متأكد أو أنت متأكدة إن هو بيحبك، إن أنت خفيف شوية مدلوق شوية فهو اتغر عليك شوية فبدأ يتجاهل، عامله بنفس معاملته. في أسهل من كده؟ لازم تتعامل معاه بنفس معاملته فترة عشان يفوق، مفيش حل غير كده. شوف هو بيعمل معاكي واعمل معاه زي ما هو بيعمل معاك، دوقه من نفس الكاس زي ما احنا بنقول. قولي رأيكم في الحلقة دي، واللي جه متأخر يجيبها من الأول هيسمع اللي احنا قلناه، وقولوا لي ردت على تساؤلاتكم ولا لأ، هو ده اللي يهمني. واللي عنده سؤال في موضوع الحلقة يسأل، وبره موضوع الحلقة يسأل، معانا 10 دقايق أو 5 دقايق على قد بقى الوقت ما يسمح كده، وناخد أسئلتكم في الموضوع ده. اللي عنده أي سؤال يتفضل يكتب، وأنا دلوقتي معاكم زينب. نعم نصائحي غالية يا دكتور، تسلمي لي، ربنا يخليك. رجل العذراء شلني لازم يشلك، ودي طباعه. اعمل ايه عشان يعترف؟ ما انا لسه بقول بقى شجعيه وقربي منه وكده، يعني ارمي حجر في المياه الراكده، لما تبقى ميه ثابته كده ارمي فيها حجر، اعمل اي حاجه جديده كده. لو كان في انثى حوت زعلت بالغلط، زعلت بالغلط رجل عقرب معجب فيها وعمل لها بلوك على انه لسه معجب فيها، كيف ترد؟ تستنى شويه عليه. العقرب رجل او امراه بيحب ان هو ياخد فرصه، وهتكرر الاعتذار لان غالبا مش هيقبل من اول مره. يعني ما يبقاش واحدة بتقول لي قول لي ازاي كندا، ازاي كندا، يعني ما يبقاش انا مزعلان النهاردة اروح اعتذر في نفس اليوم او تاني يوم، لا سيبي فترة وبعدين روحي اعتذري وبعدها كرري اعتذار ما دام انت متأكدة ان انت غلطانة. ما هو الغلطان يعتذر يا جماعة، دي حاجة من شيم الكبار، يعني ما تقللش من حد. هدى بتقول موضوع حلو، انا عذراء وهو طور واصبح يتجاهلني جدا. اعتقد ان البداية كانت من عندك، حتة تقل شوية منك على التجاهل المقصود او غير مقصود فهو بيردها لك، بس في انجذاب بينكم. كل ساعة بحال نفسية مختلفة. زينب، مرأة عقرب ورجل جدي ازاي نحرك مشاعر؟ والله هو تحريك مشاعر رجل الجدي صعب جدا، من اصعب المهمات على اي انثى، ولكن انت كعقروبة ما يتخافش عليك، انت انثى يعني انثى ناعمة فاهمة يعني، فمش هنخاف عليك. اولاد اخي 10 سنين عذراء و8 سنين طور بيتعاركوا دايما، بماذا تنصحني يا دكتور؟ بالشبشب.
أنا أول مرة يتسألني سؤال لذيذ زي ده. لا ده مش شبشب، ده شبشب أو خرزانة من اللي هي بتاعت المدرسة دي، ما كنا في الابتدائي والإعدادي وكل واحد فيهم يتضرب عقلة علقة مظبوطة هيخف وما تقلقش. ايه الابراج اللي كلامها عكس افعالها؟ السؤال ده اجابته تزعل مننا ناس كتير. عندك حق يا دكتور، التعامل بالمثل سواء كان بالاهتمام بالظبط كده. إيه فيتو حوتيه، انا بحب حمل بس بيعذب، شو اعمل معاه؟ والله ما فهمت. سرطان ورجل عقرب، متجاهل طبيعته، التجاهل من حين لاخر، وهتتقبليها وتتعبي معاه شويه. مساء السعادة، أنا شايف الناس بتضحك وحاجة جميلة إن هم يكونوا بيضحكوا كده ومبسوطين. أنا دايما أحب إن أنا أكون إيجابي، محدش واخد منها حاجة. حرام عليك. لا ما هو مش حرام عليا، اللي يغلط يتعاقب عشان ما يكررهاش تاني. طب أنثى حوت ورجل عقرب، كيف نحرك مشاعر الحجر ده؟ والله أنثى الحوت تحرك مشاعر أي رجل في الدنيا وإلا يبقى جبلة، هي الفكرة في كده يعني. لا ما تقلقيش، هتتحرك لوحدها، طولي بالك بس، لأن هو بياخد فترة يعني، بس التأثير جاي جاي. كيف تتعامل أنثى الحمل مع رجل الطول؟ التوافق صعب أولا يا سارة، صعب جدا ما بين الاتنين دول. يعني بلاش تعاند معاه، تمشي ستيب باي ستيب، خطوة خطوة كده معاه، لأنه هو يعني بطيء شوية شويتين ثلاثة مقارنة بيها، وهتتعب معاه قوي في النقطة دي. زوز، هاي يا دكتور محمد، ازيك؟ الحمد لله تمام. كلام جميل، تسلمي لي. إيه وين توافق الجدي؟ والله سلسلة التوافق هنكملها، بس ما حسيتش ان في يعني تشجيع قوي منكم بصراحة، فيعني فحسيت ان في مواضيع تانية انتوا عايزينها فأجلناها، بس هنعملها ما تقلقوش، انا وعدت بيها. هو صحيح انثى الميزان مستفزة؟ لما تكون عايزة تكون مستفزة، لما تحط في دماغها العقربة، الميزانية، الجوزائية، العذراء، الأربع نساء دول، لو حطوا في دماغهم إن هم يبقوا مستفزة هيكرهوك في هدومك، ولكن هم طبعهم مش كده. الميزانية عسل. مساء الخير دكتور، دكتور محمد، فتحت انستا والله ما لحقت. بقول لك يا دكتور، سلم لي على ولا تبطل تغلبني وتسمع كلام، أنا عقرب وهي أسد. إيه ما فهمتش حاجة. وين خطبت مين بس؟ هل في توافق بين الجدي والدلو؟ طبعا الجدي والدلو العلاقة متوترة، هوا مع تراب يعمل إيه؟ يعمل زوبعة أو يعمل عاصفة، فالعلاقة صعبة. التوافق ربما يعني الحلو بتاعه أو كبيره 50%، 55 ده الماكسيمم يعني. طيب اكتبوا لي رايكم في الحلقه دي، شيروا على قد ما تقدروا، ومش عارف انتوا عايزين اللايف ده ينزل على الفيسبوك والانستجرام ولا لا، قولوا لي. انتوا بتطلبوا كل مره وانا بعمل كده عشانكم، بس انتوا قولوا لي رايكم في النهايه قبل ما اقفل يعني. يهمني ان انا اعرف كده انتوا رايكم ايه فعلا، هل انتوا عايزين ننزل اللايف ولا لايفات الانستجرام تبقى خاصة بالانستجرام، ما نقعدش بقى نحطها يمين وشمال، والله على حسب ما تقولوا. فأنا مستني دلوقتي أشوف ردكم إيه على الموضوع ده. أيوة شيروا، متابع جدا، الاسم الصعب ده. الانستا، نزل. انا بقرا دلوقتي وجهات نظركم في الطرح اللي انا طرحته. يا دكتور بقول لك انا برج عرب وخطيبتي اسد. انا برج عرب وخطيبتي اسد. يعني والله بص، هو انت مشكلتك ان انت مسيطر قوي وعندك حب امتلاك لا تقبله انثى الاسد بطبيعة الحال، فلازم تفهم طبائع الانثى دي. هي قوية جدا، قوة الشخصية، وعنيدة، وانت كمان عنيد، وتحب حريتها قوي واستقلالية قوي، وانت متحكم قوي وشكاك شويتين ثلاثة خمسة عشرة يعني، ورتم حياتك بطيء شوية وهي بتتضايق من الحتة دي يعني. انت كل لو بقيت أسرع شوية معاها هتبقى الدنيا حلوة يعني.
أتمنى يكون إن أنا جاوبتك على سؤالك. يعني سوسن، طب دي كلها سوسن ده يعني. يلا هتوحشوني بقى إن شاء الله. بكرة بكرة بوعدكم هنعمل حلقة جديدة، واكتبوا تحبوا يكون ال يعني تحبوا يكون ال الموضوع بكرة واللايف عن إيه، وشيروا قولوا لأصحابكم. اللايف بيبقى أجمل لما نكون بنعرف بعض يعني. يلا بقى إلى اللقاء.